بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع نظير الأردني صالح الخرابشة الاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بين البلدين واستراتيجيات الحكومتين في التعامل مع مشروعات تنمية الغاز. كما بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي والاستفادة من تبادل الخبرات واستغلال كافة الطاقات تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في كلا البلدين بدراسة تنفيذ مشروعات مشتركة مما يعظم المردود الاقتصادي على البلدين. وعقب المباحثات شهد الوزيران توقيع اتفاق تنفيذ تسهيلات توصيل الغاز الطبيعي لمدينة القويرة الصناعية في العقبة الأردنية.